ملوك وملكات وأميرات بستة أصابع وأكثر، بعضهم أو بعضهن بالأحرى كان يحرجهن الأمر كثيرا، وابتدعن طرقا كثيرة لإخفاء الإصبع الزائد فيما لم يمثل ذلك أي مشكلة بالنسبة للآخرين. وعن أشهر الشخصيات التاريخية التي كانت تملك إصبعا زائد سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله، كما ندعوك أيضا إلى تفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد ننشره. من أشهر وأقدم الشخصيات التاريخية التي عرفت بأنها كانت تملك إصبعا زائد شخصية الملكة حتشبسوت. هي ملكة قوية وجميلة عاشت ما بين 1508 و 1458 قبل الميلاد. هي أيضا أشهر الملكات التي حكمن مصر وأقواهن نفوذا، إلا أن هذه الملكة القوية التي ارتدت ملابس الرجال ووضعت لحية مستعارة حتى تقنع الجميع بأنها لا تقل شيئا عن الملوك الرجال، كانت لها حقيقة ستة أصابع في كل يد. وحتى تخفي حتشبسوت هذا العيب الخلقي، أمرت بصنع القفازات لتصبح بذلك أول امرأة في التاريخ ترتدي القفازات. ومن الشخصيات التي اشتهرت أيضا بأنه قد كان لها ستة أصابع بريس ديال مايدا، التي كانت خبازة برتغالية وساهمت بشكل كبير في الحرب التي حصلت بين القشتاليين والبرتغال. ويقال بأنه في سنة 1385 دخل سبعة قشتاليين للاختباء في مخبز، إلا أنها تفطنت لوجودهم في الفرن لتشعل فيهم النيران، وتصبح منذ ذلك الوقت بطلة قومية يحتفل بها، وذلك لأنها امرأة قتلت سبعة من الأعداء. أيضا يشتهر ستيفن الأول بأنه كان يمتلك ستة أصابع في كل يد. هذا الأخير هو أول ملك مسيحي في المجر، ولا تزال هنالك في المتحف الملكي للأسلحة يد بستة أصابع تكريما للملك ستيفن الأول. ومن أشهر الشخصيات التاريخية التي اشتهرت بأنه قد كان لها ستة أصابع الملكة الإنجليزية السابقة آن بولين، إلا أننا قد أوضحنا في فيديو سابق بأن هذه المعلومة لا تتعدى كونها إشاعة مغرضة، فلقد تم التأكد من أن آن بولين لم تكن تملك ستة أصابع في يدها. وعلى العكس من ذلك، فلقد كانت جيانغ تشينغ وهي إحدى زوجات ماو تسي تونغ تمتلك ستة أصابع على قدمها اليمنى. عاشت هذه الأخيرة ما بين 1914 و 1991. عرفت أيضا باسم مدام ماو، وكانت ثورية شيوعية صينية وشخصية سياسية بارزة. أيضا فإن الأميرة هاديف صوفيا من السويد كانت تمتلك إبهامان في كلتا يديها، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك قد تمكنت من إخفائهما بذكاء. أيضا من أشهر الشخصيات التي كانت تحمل ستة أصابع هنري الثاني بيوس، وهو أعلى دوق في بولندا. عاش هذا الأخير ما بين 1196 و 1241، ولقد حكم بولندا حوالي ثلاث سنوات فقط. وطبعا أعزائي، فإن القائمة تطول، إلا أن الناس قديما كانوا يخفون هذه التشوهات، وذلك لتشبيه أصحابها بالشياطين وتفسير امتلاكهم لها على أنها لعنة إلهية. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.